مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن دولة عظيمة، دولة فعلا قامت بمجهود جبار وقامت بإجراءات جبارة. كنا يمكن ننتقد بعض الإجراءات اللي كانوا سووها في السابق، ولكن الآن بالإجراءات اللي سووها لازم ترفع لهم القبعة. الدولة العظيمة هاي هي الأردن. ليش؟ اللي ما بيعرف، دولة الأردن من أفقر دول العالم بالمياه. دولة الأردن أو مملكة الأردن عندها عجز في الميزانية ومديونية لأكثر من 30 مليار دولار. الأردن ما فيها لا بترول ولا نفط ولا غاز مكتشف. الأردن استقبلت عدد كبير من الفلسطينيين وأنا منهم، استقبلت عدد كبير من السوريين، استقبلت أكثر من نصف مليون عراقي، واليوم واستقبلت أكثر من نصف مليون عامل مصري بيشتغل في الأردن بكرامته. تخيل هاي الأردن البلد الفقيرة، كيف هاي الأردن تتعامل مع أزمة قوية عالمية مثل أزمة الكورونا؟ الصين ثاني أكبر دولة في العالم ارتعبت من الكورونا وتأخرت كتير في بعض الإجراءات. بريطانيا حكت لكتير من الناس أنه انتظروا الموت، الموت قادم. كوريا نصبت مخيمات للمرضى. معظم الدول العربية اللي انتشر فيها الوباء قامت بعمل مخيمات وعزل في الصحراء، بعضها قام بواجبه وبعضها قام بشغلات، ولكن معظمها كان في عندها نقص بالغذاء والدواء. بس الأردن هاي الدولة العظيمة اللي قامت بأشياء غير طبيعية. الأردن هي أول دولة بتقتحم مطار الصين، مطار ووهان، لتجلي رعاياها. ركز معاي، اقتحمت المطار ودخلت أول دولة يمكن في العالم، بعد تاني دولة في العالم تجلي رعاياها. الأردن تسبق كل دول العالم الأوروبية والعربية عشان حقوق هذا الشخص الأردني، عشان تسفره وترجعه لبلده وتتأكد من صحته، والحمد لله طلعوا كلهم الشباب كانوا بخير. البلد إجا الملك تبعها اللي هو الملك عبد الله، واجتمع بالجيش ونزله على الشوارع عشان إيش؟ عشان يحمي الشعب، عشان يحميه من المرض. ركز معاي، من المرض. ما نزل الجيش عشان يفض مظاهرات، ولا نزل عشان يقتل الشعب، ولا نزل عشان يحمي قصور ومدائن. لا، هذه الأردن بتنزل العائدين للحجر الصحي في فنادق 5 نجوم، أخذتها من الفنادق، وأخذت هذه الفنادق عشان تستطيع أنها تجلس فيها الناس بعزة وكرامة. هاي البلد الفقيرة اللي كنا بنحكي عنها دخلت ناس بعزة وكرامة، خلتهم بفنادق 5 نجوم مجانا يا جماعة، ماكلين 3 وجبات. يمكن ما تكون هاي الوجبات سوبر ستايل، يمكن ما يكون الفنادق حتى سوبر ستايل، بس قامت بأكثر مما تستطيع. الأردن سكرت الجامعات والمدارس عشان تحمينا من الكورونا، بس بدأ الآن التعليم الإلكتروني، وبدأت تركز على موضوع التعليم الإلكتروني وكيف نستطيع أنه أونلاين ندرس مع الطلاب. العملية هاي مش سهلة وبدها فلوس وبدها استثمارات. العملية التعليمية لا زالت مستمرة الحمد لله، ما سمعنا هذا في كتير من الدول العظمى. حاجة يعني عن جد عظيمة، عن جد عظيمة. الآن بفتح التلفزيون الأردني بثه للطلبة عشان يستطيع يعطيهم الدروس. ركز معاي، عشان يستطيع يعطيهم الدروس عن طريق التلفزيون. هلأ الأشي البسيط، الدول هاي يعني الناس، الأردن وقف القروض والديون على المدينين وبيجبر البنوك على صرف الرواتب بنصف الشهر مش في آخره. الأردن بيعاقب التجار الحقيرين اللي حاولوا يستغلوا هذه الفرصة ويرفعوا الأسعار على الشعب، والحكومة حددت سقف لهاي الأسعار. والله تخيل كل هذا وين؟ في الأردن. هذا ما سمعناه في دول عالمية، في دول أمريكا ولا أوروبا، ما سمعناه في دول عربية. نعم، هذا حصريا
في الأردن، عم بحكي لكم عن كمية الإنسانية اللي بتحدث في الأردن، عن الرجولة اللي اسمها الأردن، عن الحب اللي اسمه الأردن. هذا مش غريب على دولة فيها نشامة. بتعرفوا شو معنى كلمة نشامة؟ طبعا ألف 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 شكر وتحية للملك والحكومة واللي بتدير في بقدرة هذه المرحلة الصعبة، الجيش، الأجهزة الأمنية، اللي جميع الناس، الأطباء، الممرضين، الكوادر اللي بتشتغل بصمت خلف الستار عشان تحمي هذا الشعب. وكمان تحية وإجلال للشعب الأردني اللي نفذ التعليمات بحذافيرها وبكل احترام ومصداقية، لأنه عارف أنه هاي صحته وهذا أمنه. بعد ما ننتصر على الكورونا إن شاء الله رب العالمين، تستطيع هذه الحكومة والملك والشعب ينتصروا على كورونا الفساد، على الفاسدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلدنا آمن مطمئن وسائر بلاد العالمين يا رب. في هذا الفيديو اللي حاطط لكم اياه هلا تكمن عظمة ابن بلادي، عظمة الأردني النشمي الشهم، اللي بعطي اللي بيقدر عليه، اللي بيقدم اللي بيستطيع عليه. تحية إجلال موطني موطني. دولار في 40 قرش اي مواطن ما محوه شعب ببلاش ببلاش، وش النار خيار وبطاطا وكيف عبو عبو الخيار ببيعه 15 اخذ بلاش لما معكيش جيرك الله، وبالدولة 3 بليرة ناخذ معون وحكي لا هاي البليرة هاي بنص دينار عبو الدينار ببيعوها بنص عب بنص دينار بس، والما محوش يزم ببلاش هلا انت هالشب هذا البلاف الحمرة بعناها كلها يا اخوان والله ما اخذنا حقها ببلاش لو وجه بس بدي روحك بدفع كهرباء